هسا عشان تعرفوا انه السبي بقى هون بالشغل بهدلته لبعد بعد 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 وين رحنا؟ فوت زوم اقلب لحظة 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 خلاص دبر راسك هلا مساء الخير الورد والنور اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا ببيروت من قلب الاسواق اليوم يوم جديد انا بس اخذت اللومه من مصورنا المميز شرب اللاتي تعمل حركات فكرت انه هيدا الشيء هين لكن طلع شغل بده عضلات هون وهون ان شاء الله تكونوا مستمتعين ومرتاحين في بيوتكم اهلا وسهلا في بيتنا نرحب فيكم البيت بيتكم ومع الشباب ومع احلى صبيه نانسي هلو شو هالكاميرا ماخذة شفتي غير شكل مسموح شوفي الابداع الابداع غير شكل الابداع مش مسموح الحمد لله صار في شغله ثانيه ممكن امنا مستقبلنا يا لولو كثر خير الله كثر يعني ما في امان اي والله والكاميرا هيدي خدامه اي والله ما في امان فجأة بينسوك وفجأة بتختفي فجأة بينسوك حبيبي شو الاخبار؟ الحمد لله تمام انا سعيدة انه اليوم هيك بالحلقة انا وياك يس اليوم بدنا نولعها بدنا نولعها وتحية لكل يلي انضموا لنا هلا لشاشة ال LBC الفضائية اللبنانية حتى يتابعوا معنا حلقة جديدة من ببيروت اليوم أنا وبلال رح نقدم لكم ورح نقوم بالأحرى على أبرز النشاطات إن كان ببيروت وبالعالم العربي ورح نقدم لكم إياها بطريقة مميزة جدا مش هيك بيلو؟ يس 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 خلونا نكتشف مع بعض محتوى حلقة اليوم تفضلوا ببيروت اليوم سونيا صباح تعود إلى أصول الأتيكات ساندرا جفال تصنع الحقائب والأكسسوارات للمرأة الأنيقة المصورة لينا حسون بين اللون والضوء من خلال عدستها ماريليز أبي هاشم تصنع الأشياء الجميلة بيديها كل هذا وأكثر فكونوا معنا ما بعرف انتقاد مبرر وغير مبرر يمكن صح انه رئيس وزراء كندي يكرم جاستن بيبر انه اكيد انه اوكي جاستن بيبر كان لازم يلبس توكسيدو بس انه رئيس وزراء يكرم جاستن بيبر شوي ما بعرف Anyways, مكملين معكم مشاهدينا وراح نروح من عالم الحقائب والتصميم المميز إلى التصوير الفوتوغرافي اللي هو دائما فن بنحب نضويه عليه احنا بطريقة مميزة فهو من خلاله فكرة تتجسد أو رؤية معينة كيف لا يكون أساس هندسة داخلية ضيفتنا من عالم الهندسة الداخلية اقتحمت عالم التصوير من بابه العريض فتميزت بأعمالها ونالت عليها العديد من الجوائز لينا حسون أهلا وسهلا فيك بونسوار شو الأخبار؟ الحمد لله ماشي تمام؟ تمام طيب مثل ما قلت يمكن البداية من عالم الهندسة الداخلية إيش اللي أخذك لعالم التصوير؟ بلشت المغامرة كهوبي أكثر من أنه بروفيشنال هواية هواية بلشت شوي شوي أتعرف بالإنترنت وهيك في عالم كتير شافوا أنه صوري حلوة ليش ما ببعتهم كومبيتيشنز فتشرقت أنه ابعتهم وهيك وبلشت شوي شوي أربح أنه صار عندي مثل كأنه ثقة نفسي فيك تقول حلو ومش الحال اكسلون خبريني شو اللي بتركزي عليها أكثر في صورك صراحة بشتغل على كونسبت يعني ايديا الفكرة المهم اهم شيء يكون فيه تيم يكون فيه illusion يعني مثل كأنه اوبتيكال هيك illusion كمان surrealism بحب كتير بدي فوتها من جديد عليها وهيك قصص يعني في اشي يعني بتمرق بالحياة ما حدا يعني شوارع او شيء هيك ما حدا بيطلع فيها انا بجي بصورها بعدين بيقولوا لي اوف انه بس مانيفيك يعني انه اشياء بتضوي عليها حلو عم نشوف شوية صور هيدا من اعمال الاخر شيء هي مثلا عادي صياد عادي بس انه بيكون بوزيشن معينة هيدي هيدا شجر مثلا اخذت الفيو من فوق هيدا ربحت فيها كومبيتيشن يونيا كان عن الجوبل بلاك شباب انه بلعوا ريقكم شوي تقبروني صورة لكي نعلق انا وضيفتي رجعوا لي للصورة اللي فاتت على الكومبيتيشن لكي نعلق هيدي اكثر كومبيتيشن حبيت ربحت فيها كانت ليونيون يونايتد نيشن يوث اسوسيشن كان عاملين كونكور عن الايز اون ام دي جيز يعني الديفلوبمنت اليونيون بروجرام ففتت اخذت انا نقيت هن كان في 8 تام
نقيت جلوبال بارتنرشيب، تعاون العالمي. مثلا هيدي اذا بتشوف الصوره انه كل الخطوط الشرايط الكهرباء بتودي للاسود. يعني اذا نحن يعني تعبرت كسوشيال وايكونوميك فيو، اذا كلنا ما بنتعاون مع بعض كلنا رايحين صوب الاسود. هاي الفكره كانت انه لازم نظبط يعني نغير الرؤيه فيها. حلو حلو، فربحت وقتها كاميرا مع كاميرا. اكسلنت، مبروك، اكسلنت. ماشي. طيب يعني فينا نقول انه الحياه اليوميه هي اهم مصدر. ايه نعم. لإلك لا يعني حيلا شيء تقريبا، حدا مثلا طفل مارق اوقات بتطلع فيه يعني بيعمل حركه معينه، حتى مثلا كثير بستوحي من الناتشرال يعني اشياء طبيعيه من الطبيعه. يعني في عالم مثلا كمان بيشوف الورود هيك الحلوه الكولرفل، انه انا اوقات بصور اشياء انه تكون الوينتر يعني الشتاء شيء هيك ميأس، بس بطريقه انه بتطلع عن جد غريبه كثير يعني. وهيدا هو المميز. هي. انه الفنان الحقيقي هو اللي بيشوف الاشياء اللي ما بتشوفها كل الناس، بتشوف اشياء حلوه ولا. مش انه اشياء بشعه ومدري كيف مكبوبه وهيك. حلو حلو كثير. طيب الى اي مدى الصوره الفنيه صعبه وبتتطلب تقنية معينة يمكن؟ هلا صراحة أنا أكيد واحد لازم يتعلم كومبوزيشن مع الضوء كيف الإخراج وكدراج، والأهم شيء الفكرة أنا بعتبرها يعني. أوقات بيكون في كتير كاميرات، يعني إذا واحد يكون عنده كاميرا بروفيشنال مش معناته إنه يكون فوتوغرافر، أوقات بحيلا كاميرا صغيرة في ياخذ كومبوزيشن، مهم الفكرة أنا بعتبر. طيب هيدا اللي عم نشوفه إيش؟ هيدي رسمة. رسمة. هي رسمة. هيدا اخذت الفراشه وحولتها لاربانيزم الطرقات العاديه مع البنايات وهيك، هي من اخر اعمالي تقريبا فتت بهيدا الكوران. حلو. فحبيت انه كيف اخلط عالمين مختلفين، التكنولوجيا والاركتكتشر اوربانيزم مع الناتشورال. حتى اللي كانت قبل كمان شباب حلوه اللي فيها تاورز. مثلا استوحيتها من شجره زيتون. اللي بعدها هيدي اللي قبلها، هيدي مثلا استوحيتها من الرأس الشرقي. الصحراء هيدي مثلا اجت على الصحراء السورياليزم، جابت مع الاوازيس المي الواحة. حلو حلو حلو. طيب لينا خبرينا شوي على كل المسابقات اللي شاركتي فيها وفزتي بجوائز، حاطين للشباب ليستا معتبره. اول وحده كانت كارل، هو جروب عباره عن الكالتشرال اسوسيشن للراشن بيبل بلبنان، يعني الروس بلبنان. عملوا الشباب مسابقه كثير حلوه كيف بيشوفوا الروس لبنان بعيونهم. نايس. ربحت وقتها فيها بهيدي الكومبتيشن. شافوها بعيون بارده ولا بعيون حاره؟ لا حلوه حلوه. اكسلنت. كثير شيء حلو بلبنان اصلا. ديفنتلي. يعني. بعدين اجت الكومبتيشن يونيون اللي هلا حكينا عنها، ربحت فيها كاميرا، كان عندي الكاميرا العاديه الديجيتال، ربحت فيها بروفيشنال، فتت اكثر يعني تعلمت شو خصوصياتها وهيك، صار مثل كانه عالم جديد يعني تعلمته. نايس. بعدين في عندي الاجنده كولتشرال، اعلنت كومبيتيشن على الفيسبوك. فبعثت صوره هيدي الصياد اللي هلا قبل شوي شفناها، ومش الحال ربحت فيها كمان، وكان في سلايد شو على الويب سايت تبعهم. من اخر كومبيتيشن اللي ربحتهم فوتو نيكون، كان في فيني فيست هالاكتوبر. بعثت صوره واين باتل اوف واين مع مع الجلاس، طلع عندي الشيب بين الدو بوتي بشكل الجلاس يعني بلا ما يكون في موجود، يعني اللي ربح فكرت شوي بالإليزيون والجرافيزم اكثر. حلو حلو كثير. طيب كونك من ام روسيه واب لبناني، شو اعطاكي هذا الميكس؟ الحضارتين، يعني بقول انه انا انسانه كثير غنيه، يعني اخذت من الشرق والغرب مع بعض. نايس. هونيك مثلا بروح بسافر بشوف اشياء اركتكتشر هندسه معارض اكسبو ميزي، وهون بلبنان كمان مع الحضارات اللي مرقت علينا كثير اشياء. نايس. رائعه عن جد. في مشاريع ومسابقات جديده بدنا نفوت عليها؟ اكيد. تلمي. يعني بضلني ابعد ما عندي مشكله. اكسلون لينا، ثانك يو سو ماتش، عن جد عمل مميز. ويل دان. حلو الواحد هيك يبني حاله بحاله. مسابقه حصلنا على كاميرا وبعدين بنصير بانه نتطور شوي. حلو حلو. هلا مثلا باشنت وورلد، عالم مليء بالطموح والاحلام. ثانك يو سو ماتش، اول ذا بيست. ميرسي بوكو. مكملين معكم، رح نروحوا على فاصل ونرجعوا لاكتشاف باقي ضيوف
ضيوفنا المميزين اكيد في بيروت، ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا.